بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الثانوية العامة، علم الرياضة، أهلا بيكم مع الحلقة الأخيرة بالنسبة للمراجعات، اللي هو نتكلم النهاردة عن الاستاتيكا. كنا إحنا اتحدثنا عن التفاضل والديناميكا والجبر والهندسة الفراغية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله بالنسبة للاستاتيكا هنتكلم مع بعض اخر فرع عندنا وهو الاستاتيكا. طبعا الاستاتيكا للاسف ان الموضوع بتاعها محتاج يبقى فيه رسم ومحتاج يبقى فيه شغل علشان خاطر الرسومات وعشان خاطر الحاجات اللي احنا بنكتبها والمعدات. فاحنا ان شاء الله باذن الله بقدر الامكان هنشرح الجزء اللي موجود، وبعدها ان شاء الله باذن الله هنقدر ايه؟ هنقدر نقول الاختيارات، وشرحنا الفكره يبقى معانا الاختيار. طبعا احنا عارفين ان الاستاتيكا عندي عبارة عن دلوقتي 5 وحدات. الوحدة الاولى اللي هو الاحتكاك، الثانية العزوم، الثالثة القوة المستوية المتوازع، وبعدين الميزان العام والاستوائي. طبعا مركز الثقل مش موجود معانا. هنبدأ ان شاء الله باذن الله اول مسائل عندنا على حسب ترتيب المنهج طبعا بنمشي. نبدأ بالاحتكاك. طبعا احنا عارفين الاحتكاك من تعريفه قوة خفية بتظهر عند تحريك أحد الجسمين على الآخر. طبعا القوة دي بتتوقف على، عشان دي ممكن هتقابلنا قدام إن شاء الله، بتتوقف على طبيعة الجسمين ولا تتوقف على شكلهما أو كتلتهما. طبعا احنا قلنا بالنسبة للمستوى الأفقي وعندي مستوى مائل. في مثال عندنا اللي هو أول واحد، مثال رقم 1، يقول لي في الشكل المقابل ده مستوى مائل، موضوع هنا عليه جسم والمستوى ده خشبي. فبيقول لي إذا كان الجسم على وشك الانزلاق الأسفل تحت تأثير وزن فقط. طبعا طالما الجسم على وشك الانزلاق تحت تأثير وزن، احنا طبعا الجسم لو موضوع له أقارن وضع الجسم بثلاث أشكال: تعدد أني، وضع الجسم محطوط على المستوى، بقارن بالجسم عن طريق 3 حاجات. بقارن عن طريق الزاوية، زاوية الميل وزاوية الاحتكاك، أو عن طريق مركبة الوزن مع قوة الاحتكاك في السكون النهائي. طبعا لما يكون الجسم على وشك الحركة تحت الانزلاق، الجسم على وشك الانزلاق، الجسم لما يكون موضوع على مستوى مائل خشن تحت تأثير وزنه عندما يكون على وشك الانزلاق، ايه اللي بيحصل؟ قلنا ان قوة زاوية الاحتكاك في السكون النهائي بتساوي زاوية الميل. زاوية الاحتكاك في السكون النهائي بتساوي زاوية الميل. فلو حبيت اجيب زاوية الاحتكاك في السكون النهائي، طبعا ظل الزاوية هيساوي المقابل على المجاور، يعني 6/8، يبقى ظاهي اللي هي ظا ثيتا نسميها ولكن ثيتا بتساوي 6/8، 3/4. طب هو قال ان الجسم على وشك الانزلاق، يبقى ظا ثيتا بتساوي ظا لام اللي هو بيساوي معامل الاحتكاك السكوني النهائي. يبقى ظا لام يبقى يساوي 3/4، هنقول شيفت تان يساوي 6 كومه، هتطلع الزاويه عندي 36 درجه اللي هو الاجابه رقم 1. طيب طالما ان الجسم على وشك الانزلاق، يبقى زاويه الاحتكاك السكوني النهائي بتساوي زاويه ميل المستوى على الأفق. ده في حالة لما الجسم يكون موضوع على مستوى مائل خشن تحت تأثير وزنه فقط. طيب مثال رقم 2 بيقول لي ثيتا قياس زاوية بين قوة الاحتكاك النهائي ورد الفعل المحصل، فإن معامل الاحتكاك السكوني يساوي نقطة. طبعا المسألة دي الطالب ممكن على طول بيستعجل وبيخطأ. احنا ارجع للتعريف الاصلي، زاوية بيقول السيتا هي الزاوية بين قوة الاحتكاك النهائي ورد الفعل المحصل، فإن معامل الاحتكاك بيساوي ظل زاوية الاحتكاك السكون النهائي. طب ويا زاوية الاحتكاك السكون النهائي دي هي الزاوية المحصورة بين رد الفعل العمودي ورد الفعل المحصل، رد الفعل العمودي ورد الفعل المحصل، بس هنا الزاوية اللي اعطاهاني عطاني بين قوة الاحتكاك ورد الفعل المحصل، يبقى إذا الزاوية دي ثيتا، يبقى أنا بجيب المتممة بتاعتها
هيبقى 90 ناقص ثيتا، فلما اجيب الظا هيطلع لي الظا ثيتا، يبقى الزاويه معامل احتكاك السكون النهائي هيساوي ظا ثيتا. تاني هقول المثال ده تاني عشان المثال ده مهم. هرجع لتعريف زاويه الاحتكاك النهائي، الزاويه المحصوره بين رد الفعل العمودي ورد الفعل المحصل. هو بيقول ان الثيتا دي بين قوه الاحتكاك ورد الفعل المحصل، يبقى دي مش دي الزاويه المطلوبه اللي عندي. الزاويه المطلوبه اللي عندي بين رد الفعل العمودي ورد الفعل المحصل. طب دي ثيتا، يبقى المتممه بتاعتها عباره عن 90 ناقص ثيتا. لما اخد الظل بتاعها يبقى ظا 90 ناقص ثيتا اللي هي ظا ثيتا. طيب هنا في بس ملحوظه للرسم، دي 20 جرام وليس كيلو جرام، لان بيقول لي هنا كفه ميزان كتلتها 7، وكتله الجسم على مستوى 20 جرام وليس كيلو جرام. معامل احتكاك السكون بين الجسم والمستوى يساوي سدس. فان الثقل الذي يجب تعليقه في الكفه حتى تنعدم قوه الاحتكاك. تنعدم قوه الاحتكاك. طيب احنا نخلي معنى ذلك انا اسمي كتله الجسم كام. اصبحت الكفه مع الجسم اسمها كاف زائد 7. طب الشد بيساوي الوزن، يبقى الشد هنا يساوي الشد حوالين البكره، يبقى الشد حوالين البكره يبقى الشد على المستوى المائل هيعتبر كاف زائد 7. طبعا هو ده اللي احط 980 عشان خاطر لو انا ما هشتغل بالنيوتن او بالدايل 9.8 او 980، بس هو طالب مني القوه بمين؟ بالثقل. بيقول لي هنا الثقل الذي يوضع في الكفه حتى تنعدم قوه الاحتكاك، يبقى معنى ذلك هيبقى الجسم هنا كاف زائد 7 هيساوي عندي حاجتين، هنا مركبه الوزن زائد مركبه قوه الاحتكاك. طبعا لما احسب الناتج بتاعي هطلع عندي هتطلع الكتله بتساوي 9 قوه الاحتكاك، الجسم اللي هيوضع في الكف هيبقى 9 جرام. 9 جرام. طيب نفس المثال بيقول لي ده مستوى صندوق كتلته 2.8 خشب، احط طرفين بخيط مر على بكره، طرف اخر في حقيبه كتلتها 1.8. فإن الصندوق يكون على وشك الحرب، معامل احتكاك السكون بين الجسم والصندوق والنضد نفس الكلام. أنا هجيب هنا قوة وزن الجسم تبقى 4.1 من الشد، هيساوي نفس الكلام 1.4 سم، الشد حوالين البكرة 1.4 سم. طبعا هيبقى معامل احتكاك في رد الفعل، رد الفعل طبعا بيساوي 2.8 ثقل. طبعا هعمل الحسابات بتاعتي اطلع معامل الاحتكاك، هيطلع لي معامل الاحتكاك بيساوي نص. نرجع للحته اللي قلناها في الاول، معامل الاحتكاك يتوقف شكل الجسمين المساحه طبيعه كل منصبه، لا بيتوقف على طبيعه ماده، طبيعه ماده الجسمين. واحنا اتفقنا قلنا لو جبنا بوكس كبير كده ثلج وحطيناه على السيراميك هنلاقي ان سهل ان احنا نحركه، في حين لو جبت ورقه صنفره كده خشنه مع ورقه ثانيه حبيت ان انا احركهم حوالين بعض هلاقي ان قوه الاحتكاك بتزيد. المثال اللي جاي ده احنا متعودين بنحط الجسم على مستوى افقي، فبنقول ان قوة الاحتكاك بتساوي القوة المؤثرة على الجسم ورد الفعل بيساوي وزن الجسم في حالة لو كانت القوة افقية. طب المرة دي ان الجسم اصبح رأس، الجسم محطوط على مستوى رأس وتأثر عليه قوة للداخل، طبعا اكيد رد الفعل هيبقى للخارج. طيب هو بيقول لي معامل الاحتكاك السكوني 2.0، وزن الجسم هيساوي ايه؟ طبعا احنا قلنا رد الفعل بيساوي قامة، طبعا وزن الجسم كاف د اللي هو هيساوي قوة الاحتكاك السكوني اللي هو ميم س ر.
خلاص قوتها ارتكاك السكوني هيبقى ميم سري. طبعا لما اساوي الاثنين ببعض اطلع وزن الجسم، هيطلع عندي وزن الجسم 2 سخن كيلو جرام. دي مسائل سريعه كده على قوه الاحتكاك، اللي هو الاحتكاك طبعا سواء مستوى افقي او مستوى مائي. المثال ده انا كنت نوهت عليه الحصه بتاعت امس في الهندسه الطبقيه، قلت نخلي بالنا منه لانه من الامثله المهمه جدا جدا جدا. لو مديني قوه معيارها بيساوي 2 جذر 5 وتعمل في اتجاه ا ب، عايز متجه عزم القوه بالنسبه لنقطه القصر. طبعا نراجع كده مع بعض بالنسبه للعزوم. احنا بالنسبه لعزوم القوه حول نقطه، ده عندي في 3 حاجات، في نقطه تاثير ونقطه تثبيت والقوه بينتج عنهم عزم. فنقطه التثبيت هو عايز بيقول لي حوالين نقطه الاصل، يبقى نقطه الاصل دي نقطه التثبيت، يبقى هطلع من واو لنقطه التاثير. نقطه التاثير هو المحصله القوه بتاثر في الف وب، يبقى هطلع واو الف او واو ب ضرب اتجاهي قاف اللي هي كروس قاف. بس قاف في هذه الحاله دي كميه قياسيه، فلازم تتحول لكميه متجهه. وانا قلت الكلام ده امبارح وقلت هيقابلنا النهارده في الاستاتيكا، ازاي ان انا احول كميه قياسيه الى كميه متجهه. طبعا الكميه القياسيه 2 جذر 5، هقول له قاف متجه بيساوي معيار القاف في متجه الوحده بتاع ا ب. متجه الوحده بتاع ا ب اللي هو عباره عن ا ب على معيار ا ب. اجيب متجه الوحده ا ب اللي هو ب ناقص ا، يبقى 4 ناقص 3 1، 6 ناقص 4 2 يبقى 1 2 على الجذر التربيعي اللي هو جذر 5. جذر 5 مع جذر 5 هضرب 2 في 1 و2. طبعا جبت خلاص القوه عباره عن 2 و4 مرتب، هجيب عزمها بالنسبه لنقطه الاصل هيبقى واو ا كروس ق اللي هي 2 و4، هيطلع لي الناتج بتاع العزم عندي هيطلع 4 عين اللي هي الاجابه الف. الاجابه اللي عندي اجابه الف. هنا اخذنا قاعدتين مهمين جدا قبل كده، ان احنا قلنا لو عزم القوه حول الف يساوي عزم القوه حول ب، فان خط عمل المحصله يوازي الف ب والعكس صحيح. ولو عزم القوه حول الف يساوي سالب عزم القوه حول ب، يبقى خط عمل المحصله بينصف الف ب. يقول لي اذا كانت ب المنتصف ا ج والعزم حوالين ب يساوي 0 والعزم حوالين ا يساوي 12، فان العزم حوالين ج بيساوي، طبعا لو لاحظت ان ب منتصف ا ج والعزم عندي ب بيساوي 0، يعني اي ان خط عمل القوه او المحصله اللي بتاثر في الجسم بيمر بنقطه المنتصف، يبقى اذا العزم حوالين ا بيساوي سالب العزم حوالين ج. طب هو العزم عند ا عطوني بكام؟ ب 12، يبقى العزم عند ج بيساوي سالب 12. طبعا هنا المساله دي نفس الشيء، مديني ا وب وج دول 3 نقط على استقامه واحده في مستوى مجموعه من القوه، مديني العزم عند ا ب 20، العزم عند ب بصفر، العزم عند ج بيساوي سالب 10 عين. يبقى معنى ذلك ان خط عمل المحصله او القوه اللي عندي بيمر بنقطه ب، والعزم هنا بيساوي سالب العزم هنا. بس لو لاحظت دي 10 ودي كام؟ ودي 20، دي 10 ودي 20. بيقول لي فان خط عمل المحصله هيقسم ا ج، طبعا الاجابه عندي هيقسم ا ج من الداخل بنسبة 1 إلى 2، شبيهة باللي فوق بس كان العزم بيساوي العزم، يبقى إذا ده بتبقى نقطة تنصيب.
هنا العزم النسبة بينهم 2 إلى 1 أو 1 إلى 2 حسب ما أنا ببدأ. رقم 10 دي مسألة في غاية الأهمية، لأنها طبعاً ما بتتكررش معانا كتير، وطالب معادلة خط عمل القوة ق. طب هو ق بتساوي 3 س زائد 4 ص، وكان متجه عزمها حول نقطة الأصل 12 عين، فإن معادلة خط عمل قوة ق بيساوي. هنا المثال ده أو التمرين ده تمرين الأصل فيه مش المعادلة، الأصل فيه إنه خبى مني نقطة تأثير القوة، فمش هيطلب نقطة التأثير لأن ممكن كل طالب يكتب نقطة مختلفة، فهو بيطلب معادلة خط عمل القوة. طيب أنا هفرض إن النقطة اللي بتأثر فيها المحصلة اسمها س ص، والعزم حوالين نقطة الأصل، أنا المضارب رمز ألف، يبقى واو ألف كروس قاف، وطبعا بنساوي هساوي ده بال 12 عين. طبعا واو ألف، ألف ناقص واو، يعني هيطلع لي س وص، هضربها كروس 3 و4 يبقى الطرفين ناقص الوسطين في متجه الوحدة العمود عليهم عين بيساوي 12 عين، هيطلع لي 4 س ناقص 3 ص بتساوي 12 عين. يبقى الأصل هنا ممكن بعد ده كله يقول لي عايز نقطة تنتمي لخط عمل المحصلة، أقدر أعوض عن السين أطلع الصاد، أو أعوض عن الصاد أطلع السين. يبقى لما يطلب مني معادلة خط عمل القوة، يبقى أنا هفرض النقطة التي تنتمي إليها المحصلة القوة اللي عندي وليكن سين وصاد، والعزم موجود، يبقى هجيب ر كروس ق أساويها بالعزم تطلع المعادلة مباشرة. هنا رقم 11 يقول لي قاف واحد، دي قاف بأسهم في نقطة ألف، وعزم قاف بالنسبة للنقطة ب بيساوي كذا، فإن كاف بتساوي. طبعا ده ثلاثي أبعاد، ده ثلاثي أبعاد، يبقى إحنا عادي نفس الكلام، هو العزم حوالين ب بيساوي هذا المتجه، يبقى برضه هقول ب ألف كروس قاف بتساوي، طبعا مدين القيمة اللي عندي، هساوي المسقط الأول بالأول والثاني بالثاني والثالث بالثالث، هيطلع لي الثابت اللي عندي اللي هو كام؟ طبعا الثابت اللي عندي لما أحسبه هيطلع بيساوي ثابت 2. طيب بالنسبة لإيه؟ رقم 12. رقم 12 بيطلب مني طول العمود السطحي. بيطلب مني طول العمود الساقط. احنا قلنا لما احب اجيب طول العمود الساقط وعندي قوه ونقطه والعزم، قلنا طول العمود بيساوي معيار العزم على معيار القوه، بيساوي معيار العزم على معيار القوه. طيب هو بيقول لي عايز العمود الساقط من نقطه الاصل، يبقى اجيب واو الف كروس قاف، وبعدين اجيب معيار العزم على معيار القوة، هلاقي الناتج عندي يطلع لي جذر 115 على 14. ده بالنسبة للجزء اللي عندي. رقم 13 دي المفروض تبقى في الأول مع قوة الاحتكاك. يقول لي أكبر قوة يمكن أن تؤثر على جسم موضوع على مستوى تحفظه المتزن بيساوي 60، وكان معامل الاحتكاك بيساوي 3 على 10. فإن قوة رد الفعل العمودي، طبعا احنا عارفين ان رد الفعل بيساوي الوزن، طبعا عندي هقول له 60 بتساوي 3 من 10 غ، يبقى 3 من 10 ر، يبقى 3 على 10، يبقى الاقي الاجابه عندي بتساوي 200 نيوتن. رقم 14 بيقول لي هنا الشكل المقابل، في الشكل المقابل ا ب ج مثلث، في ا ب و ا ج ده مثلث مستوى السطحين، وزاويه ا بزاويه 120 درجه، في قوه بتاثر في اتجاه ب ا مقدارها 10 جذر 3 نيوتن. بيقول لي القياس الجبري لعزوم هذه القوه حول النقطه جيم،
طبعا انا ده قياسات، يبقى يساوي الانفقار ضرب عادي ضرب قياس عادي، عدد في عدد. طب ناقص معايا طول العمود، انا ما ينفعش اسقط طول العمود من الداخل، ان عندي زاويه 120 وزاويه 90، يبقى كده ما فيش حاجه اسمها مثلث في 210. فامد ب الف واسقط العمود من الخارج على ب الف، وطبعا احنا هتبقى الزاويه المكمله لل 120 هتبقى 60، هيبقى طول العمود هيساوي الوتر في جيب الزاويه، الوتر في جيب الزاويه، الوتر هنا ب 8، في جهه 60 بجذر 3 على 2 يبقى 4 جذر 3، 4 جذر 3 اضربها في 10 جذر 3 هيطلع لي الناتج عندي 120. طبعا الرسومات دي محتاجه توضيح، ان احنا نعوض نجيب الاحداثيات بتاعتي ونقدر نشتغل. طيب مسألة رقم 20 بيقول لي قاف واحد بتساوي قاف اتنين هو تام متوازيتان تؤثران في جيم ودال على الترتيب، لان نقطة تأثير المحصلة. اولا لو لاحظت ان دول قوتان متوازيتان، يبقى اذا دول متضادتين في الاتجاه، لان احدهما بيساوي سالب في الاخر، بيساوي الثابت طالع بالثاني، هيطلع عندي الالف بتساوي موجب 4، لان اقول 3 على سالب 6 بيساوي الف على سالب 8، يبقى اذا في هذه الحاله الالف هتطلع بموجب 4. طيب دول قوتين لو لاحظت عليهم قوتين متضادتين في الاتجاه، قوتين متضادتين في الاتجاه، طبعا يبقى قلنا المحصله في اتجاه الكبيره من الخارج، اتجاه القوة كبيرة من الخارج، وطبعا احنا قلنا القوة ببعدها على المحصلة بيساوي القوة ببعدها على المحصلة. طبعا ممكن اجيب المعايير ده حل، وممكن ان انا هاخد العزم عند المحصلة، وطبعا في هذه الحالة اساويه بالصفر، اطلع نقطة التأثير عندي بتساوي سالب 1 و7. المسألة رقم 22 بيقول لي في قوة 5 وقوة 5 وقوة 40. طبعا احنا دخلنا على القوة المستوية المتواجدة. بيقول لي النقط الثلاثة دي موضحة، بيقول لي ألف المحصلة هتقسم الثلاث قوة دي ألف ب من فين. طبعا احنا طبعا المحصلة لو لاحظت دي 5 نيوتن 5 نيوتن 40 نيوتن، يبقى اذا المحصله هتساوي 40 ناقص 10 هتساوي 30. احنا طبعا هنفرض بعدها عن الف وليكن س، افرض بعدها عن الف وليكن س، واخد العزم عند النقطه اللي انا فرضتها واوجد قيمه الس. لما اوجد قيمه الس هلاقي الس تطلع بالسالب، يعني هلاقي المفروض ان المحصله تبقى خارج ا ب، فهلاقي ان المحصله بتقسم ا ب من الخارج بنسبة 9 إلى 1. رقم 25 بيقول لي هنا عندي في مجموعة من القوى عندي مجموعة من القوى ده 80 وهنا 80 وهنا 80، أو ده قضيب منتظم طوله 6 أمتار وزنه طبعا 100 بيأثر في المنتصف، وعلق من طرف ألف وب ثقلان زي ما موضحين، فاتزن القضيب أفقيا بارتكازه على حامل عند نقطة د، بحيث إن د بيساوي بعد س، فإن س بتساوي طبعا الجسم ده في حالة اتزان، الجسم في حالة اتزان. طبعا أنا أعتبر إن هنا في دعامة يعني ليها رد فعل، وأنا مش طالب من رد فعل، يبقى ناخد العزوم عند نقطة د، أخد العزم عند نقطة د، هيبقى 80 في س هنا هتساوي، طبعا دي ماشية مع عقارب الساعة، هنا ماشية المية دي ضد، هيبقى 100 في المسافة دي.
المسافة دي عبارة عن 3 ناقص س، 3 ناقص س، وهنا عبارة عن 60 في 6 ناقص س. طبعا هجيب القيمة بتاعت الس، هتطلع القيمة عندي بتساوي 3 وربع. نفس الكلام بيقول لي ألف ب ده قضيب منتظم أو الشكل عندي قضيب منتظم في حالة اتزان، في قوة ق عندي هنا 12 نيوتن وهنا قوة 20 نيوتن وفي قوة ق بيأثروا على الجسم، والقضيب ده في حالة اتزان، هو متزن عند مين؟ الدعامة. نفس المثال السابق بالظبط، بس الدعامة هنا طبعا في رد فعل الأعلى مش محتاجه، هاخد العزم عند رأس المثلث اللي هنا، طبعا هيبقى القوة في ذراع العزم والقوة في ذراع العزم والقوة في ذراع العزم، اتجاه ضد عقارب الساعة بالموجة، لو مع عقارب الساعة يبقى القياس بإيه؟ بالسالب. طبعا هطلع الناتج بتاعي هيطلع لي 16 نيوتن. عندي هنا مسألة رقم 27 بيقول لي قوتان تكونان ازدواج مقدار احدهما 70 نيوتن وعزم الازدواج المحصل منهما 350 نيوتن متر، فان البعد العمودي، احنا عارفين ان الازدواج بالظبط عندنا بالظبط زيه زي العزوم، يبقى بقول القوة في إحدى القوتين في البعد العمودي، إحدى القوتين في البعد العمودي. طيب هو مقدار أحدهما 70 ومقدار الإزدواج 350، يبقى 350 على 70 هيطلع لي 5 متر. بس لو لاحظت المسألة طبعا هايفة، بس المطب موجود في مين؟ في كلمة السنتي. طبعا دي نيوتن متر ودي نيوتن، يبقى 350 على 70 هيطلع 5 امتار. بس هو هنا عامل لي الاجابه بالسنتي، يبقى الاجابه تطلع ج، يعني 500 سنتي. نشوف المثال رقم 28. طبعا احنا عارفين بيقول إذا اتزن مجموعة من القوى المستوية فإن مجموع عزومة حول أي نقطة في المستوى يساوي. طبعًا إحنا قلنا الاتزان بيطلع لي حاجتين، لما يقول لي إن الجسم ده متزن بيطلع عندي حاجتين. الحاجة الأولى إن محصلة القوى التي تؤثر على هذا الجسم بتنعدم، يعني بيساوي صفر. رقم اتنين إن العزومة عند أي نقطة بيساوي صفر. العزومة عند أي نقطة بيساوي صفر. طيب عكس ما يقول لي ان الجسم ده بيعين ازدواج، ازدواج يبقى المحصله بصفر والعزوم عند اي نقطه لا يساوي صفر. فهنا بيقول لي ان المجموعه دي متزنه، يبقى مجموع عزومها حول اي نقطه في المستوى طبعا بيساوي صفر، اللي هي الاجابه دي. طبعا دي مسألة مركز ثقل، ممكن اعتبرها مسألة محصلة قوتين متوازيتين، يعني دول ممكن اعتبر ان دول كتلتين 3 و6 بيؤثران عند أ و ب، البعد بينهم 15، وعايز نقطة تأثير محصلة، ممكن اعتبره محصلة قوتين متوازيتين واقدر ان انا اوجد البعد بينهما، هيبقى القوة بعدها عن المحصلة تساوي القوة الثانية بعدها عن المحصلة. أنا عندي المسافة كلها 15، أسمي واحدة س والثانية 15 ناقص س، طبعا الإجابة هتطلع عندي 7. مسألة رقم 30 بيقول لي هنا يؤثر على الجسم الزوجان، الأول مقدار إحدى قوتي 20 سنتي كيلوغرام وذراع العزم 20، دوران في اتجاه دوران عقارب الساعة، يعني معنى ذلك 20 في 2 هيطلع لي 40 سنتي كيلوغرام متر
بس مع عقارب الساعة بالسالب، والسالب مقدار إحدى قوتي 30 وذراع العزم 1 متر، واتجاه دوران في اتجاه دوران عقارب الساعة، يبقى 30 في 1 هيطلع 30 صفر كيلو جرام متر مع عقارب الساعة ضد عقارب الساعة. اتجاه دورانه في اتجاه دوران عقارب الساعة، والاتجاه الأول في اتجاه دوران عقارب الساعة، فإن الازدواج المحصل عندي بيقول لي هنا الازدواج المحصل عندي هيطلع طبعا ده قلنا كام؟ ده 40. بيقول لي هنا إحدى القوتين ذراع العزم في اتجاه دوران عقارب الساعة، واللي هنا ذراع العزم في اتجاه دوران في اتجاه دوران عقارب الساعة، فإن الازدواج المحصل هيساوي هيطلع طبعا 10 صفر كيلو جرام في اتجاه دوران عكس دوران عقارب الايه؟ الساعة. المثال ده طبعا رقم 34 بيقول القوتان قف واحد وقف اثنين تعينان الازدواج، عايز قيمه ايه؟ الالف والباء والجيم، وعايز مجموع. طبعا احنا قلنا القوه دي طالما بتكون ازدواج يبقى على طول بستفيد بحاجتين، ان محصله القوه بيساوي صفر، والعزم عند اي نقطه لا يساوي صفر. يبقى هجمع قف واحد زائد قف اثنين واساويهم بصفر متجه، يبقى هجمع المسقط الاول زائد الاول واساويه بصفر واطلع الب، الثاني زائد الثاني واساويه بصفر اطلع الالف، الثالث زائد الثالث اساويه بصفر واطلع الجيم. الاقي ان مجموع الف زائد ب زائد جيم الاجابه عندي هتبقى جيم. بالشكل ده طبعا المفروض هذه القاعده لغت، بس لو اي طالب حل بيها في الامتحان هياخد الدرجه ان شاء الله كامله. بيقول لي ا ب ج مثلث عندي في قوه 24 بتاثر في ا ب، في قوه 39 بتاثر في ب ج، في قوه 20 بتاثر في ج ا. لو لاحظت كده اول حاجه شدت انتباهي ان القوه ماخوذه في ترتيب دوري واحد، قوه ماخوذه في ترتيب دوري واحد، دي أول ملحوظة أنا لاحظتها. طيب الملحوظة الثانية، لو قسمت ال 24 القوة على الضلع هلاقي فيها 3، 39 القوة على الضلع هلاقي فيها 3، 20 على 5 هلاقي برضو فيها إحنا قلنا 24 على 12 دي فيها الاثنين، 39 على دي فيها 3، 20 على 5 فيها 4. طب هنا القوة عندي لا تتناسب مع الأضلاع، قوة مش بتتناسب مع الأضلاع. طب هو بيقول لي فإن القياس الجبري هو طبعا مش عايز وزن، طبعا لو كان لو القوة تتناسب مع الأضلاع يبقى ده ازدواج، يبقى أقدر أجيب عليه عزم الازدواج. هو بيقول لي عايز المجموع الجبري لعزوم القوة حول نقطة ألف. طيب عزم القوة حول نقطة ألف يبقى خلاص القوة 24 بتنعدم، القوة 20 بتنعدم لأن خط عمل القوة بيمر بنقطة ألف، يبقى العزم بتاعها صفر. هاجي من ألف أسقط عمود على القوة 39، هيبقى 39 مع طول العمود، بس طول العمود هنا مش موجود، طول العمود مش موجود. لو لاحظت هنا 5 تربيع ب 25، 12 تربيع ب 144 مجموعهم 169، ال 13 تربيع يبقى زاويه ألف دي زاويه قائمه، زاويه قائمه. اسقط من هنا العمود يبقى العمود ده يساوي الوتر في جيب الزاويه، الوتر اللي هو 12 في جاب ايه؟ جاب ايه من المثلث الكبير 5 على 12. طبعا هفك دول اضربهم في بعض، طبعا الناتج القوه ماشيه مع عقارب الساعه يبقى الناتج هيطلع لي ب سالب 8، سالب 8.
بيقول لي هنا إذا كونت مجموعة من القوى ازدواجا وكانت أ و ب و ج 3 نقط في المستوى، وكان العزم حوالين أ والعزم حوالين ب بيساوي 22، فإن العزم عند ج يساوي نقط. طبعا إحنا معروف إن مجموع عزوم القوى بالنسبة للازدواج إن أنا بجيب العزم عند أي نقطة، طبعا الثلاثة المفروض يساوي بعض. فطبعا العزم عند أ يساوي العزم عند ب يساوي العزم عند ج، عشان دي 3 نقط دي ليست على استقامة واحدة، يبقى إذا في هذه الحالة هيطلع لي 11 أي. بس أحمد بعد إذن حضرتك، السؤال 26 36 زي ما حضرتك قلت إن طالما مجموعة القوة بتكافئ ازدواج يبقى معناها إن عزم هذه القوة عند أي نقطة في المستوى مقدار ثابت ولا يساوي الصفر. طبعا وحضرتك قلت برضو لو كانت دي بتكافئ اتزان او كانت متزنه يبقى اذا العزم عند اي نقطه في المستوى بيساوي صفر. فاحنا كده فعلا نستفيد ان ج ا قد ج ب قد ج ج الثلاثه قد بعض، وهو قايل لي ان ج ا زائد ج ب بيساوي 22، يبقى 2 ج اي واحده فيهم بيساوي 22، يبقى الواحده ب 11، وبالتالي يبقى ج ج بيساوي ايه؟ 11 تبع. حضرتك السؤال اللي قبليه اللي هو 35 تمام، هو فعلا زي ما حضرتك قلت اللي هو الجزء بتاع ان التناسب القوة مع طول الاضلاع المؤثره فيها ده اللي هو الجزء اللي اتلغى، لكن احنا فعلا زي ما حضرتك قلت احنا ممكن نشتغل عادي خالص عزوم وننتبه ان المثلث قائم الزاويه ونجيب مجموع العزوم حوالين أ مباشره من غير ما نلجا لحكايه التناسب بتاعه الايه القوة. تمام، صحيح التناسب على اساس مش هحتاج طول العمود يبقى ضعف مساحه الشكل. تمام، يعني انت كان ممكن تكمل بالقانون الاولاني وتجيب من التناسب ضعف مساحه المثلث في المقياس اللي عندك. للاسف ان القوه مش بتتناسب مع الاضلاع. تمام، يبقى اذا الشرط اصلا مش متحقق اساسا. مش متحقق. تمام، يبقى هي دي برضو فيها ايه؟ تمام، يبقى هي على طول مباشره ان انت تجيب العزم بيساوي الايه القوه في ذراعها. هو طبعا انا يعني هو طبعا على حسب المطلوب، هو طالما قال له نسبه المجموعه تكافئ ازدواج يبقى اذا في هذه الحاله اكيد يعني ان انا هجيب القوه اكيد بتتناسب مع الاضلاع، وطبعا ايه وفي ترتيب دوري واحد يبقى اذا دي على طول بتعين ازدواج. تمام، الله ينور. ماشي يا سيدي، ربنا رقم 37 ادي مديني هنا ده مثلث متساوي الاضلاع، ده يا سيد رقم 37 الظاهره اللي احنا بنتكلم فيها. ايوه ده الجزء الثاني. ان هنا القوه بتتناسب مع الاضلاع لان ده مثلث متساوي الاضلاع. يعني لو اعتبرت ان طول الضلع لام يبقى قف على لام قف على لام قف على لام، يبقى دي على طول القوه في ترتيب دوري واحد والقوه بتتناسب مع الاضلاع، يبقى ضعف مساحه الشكل لمين؟ ضعف مساحه الشكل. طبعا ده مثلث 30 مثلث مساوي الاضلاع، يبقى مساحته جذر 3 على 4 لام، جذر 3 على 4 لام تربيع اللي هو مساحته نص حاصل ضرب الضلعين، تجيب الزاويه المحصوره يطلع دايما جذر على 4 لام تربيع، يطلع المساحه هضربها طبعا في 15 على لام، وطبعا الترتيب ضد عقارب الساعه يبقى الناتج بالموضوع. هو بيقول لي في الشكل مين في دول بيكافئ النظام الذي لا تمثل ازدواجا، طبعا دي بتمثل ازدواج 15 و15 عينان ازدواج، 8 و8 بيعينان ازدواج. طيب المسألة طبعا أ بتعين ازدواج، ب بتعين ازدواج، طب نيجي نشوف مين ما بيعينش ازدواج. هل بقى يا جيم يا ايه؟ يا جيم يا دال. لو بصيت هنا في جيم الاقي محصله السته والاثنين يديني كام؟ 8. محصله الثلاثه والخمسه يديني 8. فلو جبت محصله السته والاثنين والثلاثه والثمانيه طبعا هجيب محصله قوتين متوازيتين. في هذه الحاله هتبقى المساله دي مسالتين في بعض. محصله القوتين دول واجيب محصلتين القوتين دول مع بعض. وطبعا عفوا
الاقي يطلع لي قوتين متضادين في الاتجاه وخط عملهما ليس على استقامه واحده. لو حبيت اكرر ده هنا 10 او 20 وحصلتهم 30 طبعا بتؤثر بنسبه عكسيه هيبقى 2 الى 1، فهلاقي ان خط عمل ال 30 تحت ال 30 هيبقى ال 30 محصله ال 10 وال 10 هيمر بخط عمل ال 30 اللي هي فوق، يبقى في هذه الحاله الجسم ده يبقى متزن ولا يحقق ازدواج. يبقى الاجابه اللي عندي هتبقى الاجابه رقم ج. يبقى دول مسافه. احمد اتفضل. هو لو هنا برضو اشتغل وحسب العزوم عند ثلاث نقط مختلفه في المستوى، حتى في الجزء الاولاني احنا قلنا عليه ملغي حتى في المثلث المتساوي الاضلاع، برضه هتشتغل معاه القاعده دي ويقدر يحدد مين فيهم التي لا تمثل ازدواج. يعني في اللي حضرتك قلتها جيم، لو خد العزوم عند ثلاث نقط، نقطه تاثير القوه 10 ونقطه تاثير القوه 30 ونقطه تاثير القوه 20، اذا كانت العزوم الثلاثه بتدي نفس الثابت الغير صفري فالمجموعه تكافئ ازدواج، تمثل ازدواج. اذا كان الثابت مختلف فيبقى لا تمثل ازدواج. فممكن يعمم الكلام ده على كله، برضو تبقى شغاله معاه ببساطه حتى في رسمه المثلث المساوي الاضلاع، لان في كل واحده فيهم العزم هيساوي القوه اللي هي 15 في طول العمود اللي هو ايا كان، هو مثلا لام جا 60 يبقى هنا 15 لام جا 60، وعند الراس الثانيه 15 لام جا 60، وعند الراس الثالثه 15 لام جا 60. يبقى اذا العزوم متساويه عند ثلاث نقط مختلفة في المستوى، وبالتالي الرسمة الأولى تكافئ ازدواج من غير ما نلجأ للجزء الملغي. نفس الكلام في المربع، لو خد العزوم حوالين ثلاث رؤوس من المربع، في كل مرة ما ياخد العزوم هيتبقى له قوتين، والقوتين اللي عندك 8 و15، ولو خدت بالك اتجاه الدوران هيطلع إن العزوم عند الثلاث رؤوس نفس الثابت الغير صفري، وبالتالي المجموعة تكافئ ازدواج. لو عمل الكلام ده برضه في دال هتلاقيها برضه تماثل تكافئ ازدواج، هياخد العزوم عند ثلاث نقط من الاربع نقط اللي موجوده عندي على الرسمه اللي هي نقط تاثير القوى المعطاه، يبقى هتلاقي ثلاثه منهم على الاقل، ولو حسب الرابعه برضه يطلع نفس الثابت، وبكده يبقى الوحيده اللي شاذه هي رقم جيم التي لتحقق، هي الوحيده التي لا تحقق ان العزوم ثابته عند اي نقطه. تمام سيد، جزاك الله خير. احنا طبعا سيد زي ما انت عارف حضرتك الازدواج، او كلنا عارفين ان الازدواج بقدر اجيبه باكثر من طريقه مختلفه حسب معطيات المساله والاسرع والاسهل. يعني زي ما قال الاستاذ سيد، ممكن النظريه العامه للازدواج اللي هو عزوم حوالين ثلاث نقاط ليست على استقامه واحده، فاذا في هذه الحاله هتبقى الدنيا معايا سهله وبسيطه. بس سهله بسيطه السيد، الاقي ان النقطه الف وب وجيم فدول اصلا على استقامه واحده، فمش هينفع اطبق في دي القاعده، لان لو تعبرت دي الف ودي ب ودي ج فاصبحت النقط دي على استقامه ايه؟ واحده. فهنا مش هينفع، لان القاعده بتقول لازم النقط الثلاثه يكونوا ليست على استقامه واحده. فهنا انا كده هضطر ان انا استبعد ان حتى لو خدت هنا الكلام ده هيمشي معايا في المثلث، هيمشي معايا في المربع، لكن عند الف وب وج مش هينفع لان الثلاث نقط دول على استقامه واحده. وهنا لو قلت الف وب وج ودال برضو الاربع دول نقط على استقامه واحده. فيتعذر عليا استخدام هذه القاعده، لان الشرط مش موجود ان القوى مش النقط مش على استقامه واحده. دي حاجه ثانيه. طبعا طبعا بالنسبه للكلام اللي قلته حضرتك هنا تمام، لان طبعا هي هيحقق ان الثلاث نقط ليست على استقامه واحده. طيب احنا بنقول دايما يا سيد ان لو انا طبعا الزواج بيجي بخمس طرق، بخمس طرق مختلفه حسب معطيات المسائل. طبعا احنا لو بصينا بالنسبه للمسائل احنا بنبص اي طريقه يحلها الطالب ياخد بيها الدرجه كامله. طبعا الاسرع والاسهل بالنسبه له اللي يقدر يخلص بيها المساله طبعا يكون افضل. في مساله في حل ممكن يجيب المساله بخطوه او خطوتين، في حل ممكن يجيب المساله خطوتين ثلاثه. فهنا دي المساله دي جميله جدا، لان هو ساعات بيدخلها له مساله، ساعات بيطلب منه مساله يقول له عايز معيار عزم الازدواج سواء رقم د سواء او ج. في مساله موجوده في البوكلت رقم 18 في احد الكتب، بيقول لي هنا جايب لي مساله اختي دي بالظبط، وبيقول لي المجموعه دي بتكافئ ازدواج عايز معيار عزم. طبعا في فكره المساله ان انا هجيب محصله القوتين هتطلع نفس القوه الثالثه، وطبعا هجيب البعد العمودي بينهم عن طريق تاثير محصله القوتين
اللي هو بالنسبه للقوه المستوى المتوازي، وهيبقى القوه في ذراع الايه؟ العزم. هنا نفس القصه، السته والاثنين دول ثمانيه محصلتهم هجيب نقطه تاثيرها، والثلاثة والخمسة هجيب نقطة تأثيرها، هيطلع دول ثمانية ودول ثمانية، ويتم تضادتين في الاتجاه وليس على قامة واحدة، يبقى يساوي إحدى القوتين في البؤر العامة. المسألة رقم 38 آخر مثال معانا النهاردة، بيقول لي هنا القوة 7 والقوة 10 والقوة ق دول بعينان ازدواج. طبعا احنا هنا طالما دول بعينان ازدواج يبقى على طول ان انا القوه 7 زائد ق بتساوي كام؟ 10. يبقى الق هتساوي 7 ناقص 10 ناقص 7 هتطلع 3. الاجابه بتاعتي 3. ده بالنسبه طالع سريع كده. المفروض الق اكبر ولا ايه؟ نعم. هو مين هنا المحصله؟ لا هو عايز، انا ما جبتش هنا المحصله السيد، هو قال ان دول بيكافئوا ازدواج، يبقى اكيد محصله السبعه والق هيتزن مع يساوي القوه 10. ما هو بيقول لي ده بيكافئ ازدواج. تمام. هو في طبعا لو الابعاد دي موجوده كان ممكن على طول ان انا اخد العزم مره عند ق ومره عند الف، واقدر طبعا اساويهم ببعض اطلع الايه؟ الق. عشان بيكونوا ازدواج. بس هو ده على طول دول بيكونوا ازدواج، يبقى السبعه والعشره بيكافئوا القوه، السبعه والقاف بيكافئوا العشره، يبقى سبعه زائد قاف بتساوي 10، يبقى القاف هتساوي 10 ناقص 7 هيطلع لي 3 نيوتن. ده بالنسبه طبعا بشكر الاستاذ سيد، طبعا الحالات طبعا بتضيف معانا حاجات كتير وربنا يبارك فيه. هو طبعا طالع من طالع واخدينه فحص ولاد من الاستاذ سيد معانا ماس على العربي، ربنا يبارك له ويجعله من ذوي الحسنات ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كده يعتبر غطينا معظم الاستاتيكا في جزء في حاجه بس استاذ احمد قبل ما تاني حضرتك في مساله على الاتزان العام. حضرتك كنت ناقشت مساله تقريبا في الاول رقم 6 او 5 حاجه زي كده، ممكن نرجع لها؟ نرجع لها سيد. تمام. لان في هنا عندنا بس استفسار، ممكن في 31 يعني لو اقف على 31 ماشي. ماشي. هنا حضرتك شايف انت عندك ريه 1 وريه 2. تمام. بالنسبه لريه 2 ده رد الفعل الحائط الراسي. تمام. طيب لو كان مثلا السلم دوت او القضيب دوت كان مستند على سور مش على حائط. ولو كان متوصل بمفصله، هل دي تفرق في فرض الريه فين؟ رد الفعل يكون فين؟ طبعا بالنسبه للمفصل رد الفعل هيكون عند المفصل وبنسميه طبعا بس مش محدد اتجاه فبيتحلل لمركبتين. تمام تمام. طيب لو كان ساند على سور والسلم او القضيب ده ممتد، رد الفعل يكون فين؟ والله هو لو مستند على سور طبعا الموضوع بالنسبه لنا بيختلف، هل بيستند السور طبعا، هل بيبقى في جزء بارز ولا مش بارز؟ لو في جزء بارز دي بقى انا بعتبرها انها مساله سهله وبسيطه، لسبب لان طبعا لما اجي اخد العزم عند نقطه الافقي هيصبح الطول ده هو طول العمود بالنسبه لرد الفعل العمودي على القضيب او السلم. تمام. يعني ساعتها رد الفعل هيبقى عمودي على السلم مش على الحائط ولا على السور. لا لا. طب لو هو عند نهايه السور هتفرق؟ نعم. لو عند نهاية السور حضرتك قلت لو كان ممتد. لو ممتد هيبقى رد الفعل عمود على السلم. طب لو عند نهايته؟ هيبقى زي ما مرسومة كده قدامنا في المسألة بتاع 31. تمام. تمام. الله ينور عليك. بالنسبة لي رد الفعل. تمام. حاجة ثانية يا سيد؟ بارك الله فيكم صراحة. ماشي سيد، بارك الله فيك وألف شكر. ربنا يكرمك ان شاء الله. الله يكرمك، شكرا. ان شاء الله باذن الله نلقاكم باذن الله في مراجعات اخرى ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ عماد. مستمع.
نبيلة موجودة يا سيد؟ لا مستر عماد اللي موجود، مستر عماد. مستر عماد. هو أصلا لسه حوالي 9 دقايق، عشان كده هو مستر عماد تقريبا بيعمل حاجة مش معانا يعني. بس الله ينور يا ريس. سعيد، ايوه يا مسرح، ممكن نناقش المسألة 39؟ طب اتفضل. هو بيقول لي قوتين 24 كبر 24. الشاشة بعد اذنك يا مسرح. نعم كبر الشاشة. ماشي. معايا السيد؟ تمام يا ريس، الله ينور. المسألة رقم 39 تمام. بيقول لي إن المجموعة دي متزنة، تمام. وهو بيقول لي عايز جيب الزاوية سيتا. تمام. لو لاحظت إن ال 24 وال 24 دول بيعينوا ازدواج. تمام، يبقى إذا 80 و80 هم كمان عاملين ازدواج. تمام. عكس الاتجاه. يبقى الازدواج يكافئ دول ازدواج مع ودول ماشيين ضد، يبقى تمام. دول ازدواجين متزنين. تمام. طبعا ممكن في حل اخر يا سيد، ان احنا ممكن نحل القوتين 80 و80 بحيث ان هم يبقوا متعمدتين، عشان لما اجي اجيب طول الايه؟ طول العمود، يبقى موضوع المسافه بين القوتين يبقى 20. طبعا ساعتها هجيب جاسيتا مباشره. تمام، وممكن اخد العزوم عند اي نقطه واسيبها بصفر طالما متزن. تمام. يبقى عندك فيه مجهول واحد بس، اللي هو يبقى جا سيتا او جاتا على حسب اللي هو البعد العمودي، هيبقى جا. يعني لو خدت العزوم عند ب بحيث يبقى تخلص 20 جا سيتا. او من عند الف، اي نقطه كلهم زي بعض كده كده مجهول واحد. تمام. ونفس الحال في المسألة اللي تحتيها برضو رقم 40. نفس الكلام في 40، نفس القصة برضو. ما هو قايل لك ان هما في ازدواجين، بيقول لي سبعة ازدواجين. وسبعة عاملين ازدواج، وخمسة وخمسة عاملين ازدواج. تمام. يبقى نفس الفكرة برضو. احدى القوتين في البعد العمودي. تمام. مين معانا السيد بيقول؟ مستر عماد. عماد. ايوه عماد. طيب كده خلاص خلصنا حصه. تمام يا مستر عماد، خلاص. شكرا جزيلا لحضرتك. طيب شكرا يا ريس، كل سنه وانت طيب.